السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله. كان أحد الشباب بيدور على عمل ولقى وظيفة في توزيع الجرائد، وهو بيوزع الجرائد لقى نفسه مش عارف يبيع خالص. فجاء أحد المخضرمين في الوظيفة القدام قال له تعالى أنا أعلمك سر الصنعة، بص أنا ببيع إزاي. وراه له فعلا، مسك كام جورنال 20 حتة راح بايعهم في دقيقة. قال له ازاي كده؟ قال له اعمل زيي. قال له اعمل زيك ايه؟ راح بيبص عليه كده بينده بيقول ايه، فلا بيقول لك اقرا الحادثة الرهيبة، الحادثة الرهيبة. فالناس كانت تشتري، فين الحادثة الرهيبة بتاع؟ قال له ايه الحادثة الرهيبة؟ قال له ما فيش حادثة رهيبة ولا حاجة، عادي اكيد الجورنال فيه اي حادثة ولا بتاع، لو حد سأل اهو اقرا صفحة الوفيات والحوادث وخلاص. جه تاني يوم بيعلم الشاب الصنعة، فراح برضه ايه، امريكا اعلنت الحرب على روسيا، امريكا اعلنت الحرب على روسيا. فالناس اشترت الجرايد برضو كلها، الناس نسفتها في دقيقه. قال له يلا مشي حالك والدنيا ماشيه كده. فالشاب طبعا قال له لا لا انا ما اقدرش اكذب، فهو في فعلا امريكا اعلنت الحرب على روسيا؟ قال له لا. قال له طيب ما دي لو موجوده كانت هتلاقيها على يعني الصفحه الاولى مكتوبه بالبونت العريض. قال له لا لا ما تقلقش، بنبيع كده وخلاص والدنيا ماشيه. المهم الشاب ما اقتنعش وترك الوظيفه. انا بقول لك القصه دي ليه؟ علشان اقول لك ان الاكاذيب اللي من النوع ده احيانا لا تسقط بالتقادم، خصوصا اما تبقى على منبر وتروج معلومه خاطئه، زي اللي بيحصل حاليا في الحرب الاوكرانيه، اللي يقول لك تحضير لحرب الشتاء، تحضير جيش روسي ضخم لدخول خرسون، مش وطبعا ما فيش خبر بيقول لك تحضير جيش ولا الحشد الحرب ولا معركه استثنائيه ولا الكلام ده خالص. كل دي اهازيج كده واغاني وحواديت. ف ممكن يكون الخبر ده ترويجه كمعلومة كاذبة ما يأثرش، ولكن خلي بالك علشان لو تعودت على كده هتتكلم في حاجات تأثر بعدين، ولا تسقط بالتقادم.